ودي برضو مناسبة عشان في ناس سألتني على قاله الأخ ميدو. أنا حزين بس انسى نادي الزمالك تقول أنا موجود يا ميدو فيه. أنت بتقول إن رئيس نادي الزمالك ما بيفهمش. طب وأنت تشاهد واحد ما بيفهمش؟ لا أنا أعلمك أنا بفهم إزاي. على الأقل أنا ما خدتش جنيه من قطر من عند موسى رمت البتاع كده تحت الجزمة وطيت بوست وخدت الفلوس، إنما أنا دافع عن أبناء الزمالك اللي يحبوا وطنهم. انا عندي وطني اهم من الزمالك. انا كلامي واضح، مصر عندي اهم من الزمالك، جيش بلدي اهم من الزمالك، قضاء بلدي اهم من الزمالك. انا واضح اهو. الله، ما هي دي الدوله مش دي دولتي. أيوه. اللي ملوش انتماء لوطنه ملوش انتماء لناديه. لما تيجي ولد يشتم الجيش بتاعه ويشتم رئيس جمهوريته والقائد الاعلى للقوات المسلحه وده فاشل وتيجي تتكلم يقول لك اصل هو دافع عن مين، هو كان عنده خناقه مع اتحاد الكوره ولا مع حكم؟ ده متخانق مع بلد، متخانق مع وطن. فياميدو هتدفع الثمن غالي. وانا ما بردش بسرعه كده على فكره يا ميدو، انا بس عايز اقول لك انا ما بردش بسرعه، انا ردي بالراحه كده وهتعرف رد مرتضى. انت كلمت ولادي وقعدت تعتذر؟ لا، الاعتذار بيبقى على الموقع بتاعك، تقول انا اخطات. ها وبعدين يقول لك ايه، مجنون مين اللي عايز يمشي الراجل المدير الفني؟ طب ما انت اللي كنت هتيجي وكنت موافق كنت بتيجي. يعني انت لما انت اقول لك اصل جابش اشرف قاسم مكاني، يا استاذ الفاضل ما هو اشرف قاسم لما جه دي عشان المفروض انت رايح مكان تاني. بس انت الشيطان لعب في دماغك وتسرعت. تمام، لكن خلاص احنا تقريبا مجلس الاداره ان شاء الله الراجل ده لو ما جددش عقده عندنا مدير فني مصري محترم ادى كميدو 100 مره، واخد بالك؟ ولما جه نادي الزمالك قبل كده ما كانش عنده لعيبه، اعتقد باللعيبه اللي موجودين دلوقتي يقدر ياخد جميع البطولات باذن الله ان شاء الله. لكن هنيجي ل 11/7، والله الراجل احنا عندنا طلبات معينه، منها لازم يبقى في مدرب وطني معاه، وده طبيعي. لازم يا جماعه يبقى في مدرب، لو عايز يقعد معانا لازم يبقى في مدرب وطني مع الراجل دوت، لانه برضو المدير الكوره يعني انت عارف حسيت اسماعيل ما بيتدخلش. تمام، لازم يكون حد جنبه، واحد زي طارق مصطفى، واحد زي شيشيني، واحد زي اي حد يكون جنب الراجل. انا عندي معلومه كده يعني عايز اقول لحضرتك ان هم طارق مصطفى وشيشيني رفضوا ان هم يشتغلوا مدربين مساعد او عام مع مين. لا، هو شيشيني هو عايز يقعد في مكانه، ولانه انت عارف شيشيني ماسك مدرسه الكوره، لكن طارق ما رفضش. عايز اقول لك يعني لازم الراجل الاجنبي ده دايما يبقى جنبه واحد مصري يفهم اطباع المصريين. اللعيبه انا دلوقتي هلاعب مثلا المحله، هل فيريرا ده يعرف مين لعيبه المحله؟ لكن المدرب الوطني اللي هو معاه، المفروض المدرب معاه هيبقى عارف ده مين وده مين وده مين. فانا بقول اهو لو الراجل وافق ويقعد في شقه، نجيب له احلى شقه في الزمالك، لان الفندق بيكلفنا 170,000، وشفت الدولار دلوقتي ب8. وبعدين الجمهور يقول لك ايه، لا فيريرا، لا ايفونا، لا توتو، لا لولو. طب منين؟ انا عايز اعرف منين. ده انا راجل شغال يوم بيوم. طب منين؟ في الشركه الرعايه يعني لا، الشركه الرعايه لو ما جابتش الفلوس النهارده العقد هيتفسخ الصبح. فلوس ايه يا استاذ مرتضى؟ لا ليه 6 مليون جنيه عندها. ده دي ايه؟ مش الشهرين اللي فاتوا. الشهرين اللي فاتوا بالظبط كده. هم سمعوا كلام ممدوع بس وما رضوش يدفعوا القسطين اللي عليهم. انا كلام موافق. انا عندي شركه سعوديه جايه لي بكره ان شاء الله يشرفونا، واخد بالك؟ حضرتك مش عايز تدفع، شكرا، هاخد قد اللي الشركه الراعيه بتديهولي 5-6 مرات. وده مصلحه الزمالك، عشان ما اخدش في جيبي يا كريم. وما عنديش عضو في مجلس الاداره بياخد مليم في جيبه، خلي بالك. فوالله اللي هيجيب مصلحه النادي، لكن النادي لما يكون في زنقه ومحجوز على حساباته الممدوح عباس والشركه الراعيه تمشي ورا ممدوح. على فكره ممدوح عباس ما هوش قرار حجز، ما هوش حكم بالحجز، ده هو عمل الاتي: عقود من غير تاريخ. ايوه، راح اصطلحها هو مصطفى كمال حلمي. مصطفى كمال حلمي ده فين؟ مش معاه هو ولا معايا انا؟ تمام؟ وقال لك ايه، انا مسلف النادي مثلا 5 مليون، ما هوش ده النادي انت كنت بتقول قبل كده متبرع بيهم؟ عشان هو انكشف في ايه بقى؟ حضرتك عشان تعمل قرض للنادي لازم تخطر السيد الوزير في الوقت دون، ولازم يعتمد القرض. فيما عدا ذلك لو وقفت على نفوخك وليك مليار مالكش ولا مليم، لان الفلوس الاول كانت تبرع، واخد بالك؟ وراح قلبها دلوقتي مع مصطفى كمال، وده طبعا تحيات في النيابه، هشوف ازاي. وبعدين الراجل النهارده اللائحه واضحه، علشان القرض ده يبقى ساري وصحيح لازم وزير الشباب والرياضه يعتمد هذا القرض، ما اعتمدش يبقى لكش حاجه عندي.
للاسف الشديد هو رفع 9 قضايا عند قاضي واحد بلدي، واحترامي لقضاة مصر كلهم محترمين وفوق دماغنا، بس في قضاة بيغلطوا واخد بالك. 9 قضايا قدام قاضي واحد، اجل القضيه اسبوع وبعدين قال القرار اخر الجلسه. طيب. قرار اخر الجلسه ده عارف يعني ايه يا كريم؟ يعني اجلها اسبوعين، اجلها شهر. فجاه بعد ربع ساعه مطلع 9 احكام وجلسه خاصه. ليه؟ مين عشان مين؟ جلسه خاصه راح واخد البيت 9 احكام ولف بيهم على البنوك. النهارده ربنا وفقنا الحمد لله، تم رفع جميع الحجوزات على حساب نادي الزمالك بفضل ربنا، وزي ما قلت لك مساعده السيد رئيس الوزراء وزير الشباب والرياضه وزير الزراعه وزير الماليه بنشكرهم جدا.